مشاهدينا في كل مكان، ومرحبا بكم من برنامجكم احداث الساعه على قناه مصر البلد. تابعونا اعزائي المشاهدين في كل مكان على صفحه البرنامج، اكتب كده بالعربي برنامج احداث الساعه البث المباشر، وهنرد على اسئله حضراتكم من خلال البث المباشر. مشاهدينا في كل مكان، طبعا برحب بضيفنا الكريم معالي المستشار الاستاذ الدكتور احمد جمال. برحب بيك معالي المستشار. اهلا وسهلا. طبعا معالي المستشار، انا النهارده هنتكلم عن جزء من فكره التعليم في مصر بين التعليم الخاص والتعليم الحكومي. سليم، برحب بيك في برنامجك. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. طبعا انا سعيد بكون مع حضرتك على البرنامج، برنامج عظيم، برنامج جميل، واحب ان انا استغل الفرصه طبعا ان انا يعني اهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانجازات والمشاريع الجميله اللي هو بيعملها. نعم. وحاجات فعلا بتعمل طفره جميله وبنيه تحتيه لبلد كان برضو يعني كان الحمد لله ربنا كتب لها السلامه. وكان برضو من ضمن الحاجات الفتره بتاعت مظاهرات 25 يناير والتكسير طبعاً اللي حصل للبنية التحتيه في مصر، لكن أكيد. النهارده البلد تتقدم الى الامام، البلد هناك بروتوكولات حديثه بين الدول بالزبط. وجمهوريه مصر العربيه من خلال رعايه فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا بدات مصر تاخد وضعها في المنطقه وفي العالم، يعني وضع مصر على الخريطه ده لابد يكون موجود على مر التاريخ ومر العصور. يعني حضاره 7000 سنه ما ينفعش ان هو تروح في احداث شغب واحداث، حضرتك اكيد فاهم انا بتكلم عن ايه. نعم. وطبعا بالتبعيه احنا بنتكلم برضو عن نقطه احب ان انا انوه عنها، وهي وزاره التربيه والتعليم. نعم. ودور وزاره التربيه والتعليم. طيب ممكن معالي المستشار قبل ما نروح ل يعني الحلقه الهامه لكل الاسر المصريه في كل مكان، جالنا فيديو مشاهدينا في كل مكان، جالنا فيديو عن طريق صفحه برنامج احداث الساعه وقناه مصر البلد، يعني اعزائي المشاهدين زمايلي في الكنترول، مشاهدينا في كل مكان، يعني امام حضراتكم حدث ولا حرج. كلمة حدث ولا حرج زي ما قلنا في المعجم بتقول ايه؟ حدث ولا حرج. دي حادثة في شارع احمد عرابي، حادثة يعني سيارة زي ما بيقولوا كده خبطت ست، ولكن قعدت فترة طويلة في الشارع، يعني جثة هامدة. يعني اين دور الاهالي بقى هنا؟ اين دور يعني زي ما بنقول كده الموضوع هنا ليه شكل غير ايجابي وشكل غير حضاري لعدد التكثيف اللي بيتم النهارده بصوره يعني غير عاديه. مشاهدينا في كل مكان، الحادثه اللي كانت امام حضراتكم الان جات لنا على صفحه برنامج احداث الساعه وقناه مصر البلد، والمشهد يعني غير حضاري. اللي خبطها وجري، ولكن الاهالي هنا يعني الجثه يعني قعدت بضعه من الساعات. فلماذا؟ فده امر غير طبيعي. بنحاول ندي الرؤيه للساده المسؤولين، لان قلنا ان برنامج احداث الساعه لا يصدر ازمات للدوله، ولكنه يسعى جاهدا الى فتح العديد من بعض الملفات وتقديمها من المواطن الى السيد المسؤول. يعني مشاهدينا في كل مكان، بدا يعني الرسائل على اللايف والبث المباشر لبرنامج احداث الساعه، ولكن قبل ما نروح لللايف وقبل ما نرد على يعني مشاهدينا على صفحه البرنامج، بنقول هنا المشهد اللي امام حضراتكم، المشهد اللي كان امام حضراتكم الان، عربيات الموت، سيارات الموت. هنا بقى يعني معانا اتصال الاستاذ احمد اسامه، احد يعني اقارب الضحيه في حادث شارع احمد عرابي. الو استاذ احمد، يعني مساء الخير يا فندم والبقاء لله. والله في حياتك يا باشا، في حياتك الباقي. استاذ احمد، عايزك تشرح لي ايه اللي حصل بالظبط، اللي يعني الحادثه والجثه الهامده للست المسنه اللي يعني اصيبت بسياره الموت. يا باشا السواقين عندنا احنا بتجري ولا في معاهم رخص ولا اي حاجه، وخبط الست وطلع جري، ورحنا جبناهم وجبنا العربيه واحنا عايزين حقها. والله العظيم احنا ما بنتكلمش في كتير، احنا عايزين حقها بس. طب حقها ايه بالنسبه لكم يا استاذ احمد؟ يعني انت بتقول احنا ما بنتكلمش في كتير، فالكلمه يعني ممكن تثير الراي العام، يعني حقها ايه؟ حقها ايه؟ انت شوف يا باشا، انت حقها ايه؟ يعني انت شايف اللي هي حقها كده خلاص ضاع؟ لا انا مش ده المقصود، يعني احنا بنقول ان الجهات القضائيه هنا تنص على يعني يعني العقاب السريع لصاحب سياره الموت. ايوه
نعم. بص حضرتك اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. هو السواق ضربها وطلع جري، خبطها بالعربيه وجري، نعم، ما وقفش. احنا اللي جايبينه للحكومه، الحكومه ما جابتهوش، احنا اللي جايبينه. يعني انتوا يعني انتوا قدرتوا تجروا ورا مين يا استاذ احمد؟ قدرتوا تجروا ورا صاحب سياره الموت وقبضتوا عليه وسلمتوه للحكومه، صح؟ احنا اللي مسلمينه بايدينا للحكومه، الحكومه مش هي اللي جايباه. نعم نعم. بس واحنا بنعمل محضر كمان، قالوا لنا نص ساعه وهنعمل محضر. يعني عملتوا المحاضر، عملتوا المحاضر، صح؟ تمام تمام. البقاله لله يا استاذ احمد، وخالص تعازينا من قناه مصر. حضرتك والله انا سايق العربيه وجاي دلوقتي حالا، اهو لسه مخلص على الوفاه. ايه يا فندم؟ لسه دافن حالا عقبال ما التصريح طلع، واخرونا في النيابه. البقاء لله، البقاء والدوام لله. خالص تعزينا الاستاذ احمد، احد اقارب يعني المتوفيه في حادث شارع احمد عرابي، من ناشد هنا الجهات المعنيه والساده المسؤولين على يعني سرعه تطبيق العداله حوالين هذه الحادثه. ولكن هنا في رؤيه بقى يا جماعه، يعني بيتم بالفعل يعني حاله من الحاله الامنيه، وبيكون هناك تحريات حوالين الواقعه عشان نبقى بندي صوره واضحه لمشاهدينا في كل مكان. ولكن هنا بنقول للساده المسؤولين يعني لازم يكون هناك رؤيه حوالين ضبط الشارع وسيارات الموت في كل مكان، وده في شارع احمد عرابي في محافظه القاهره. مشاهدينا في كل مكان، يلا بقى نتكلم عن الحلقة المهمة للأسر المصرية في كل مكان. أنا بعتذر للأستاذ المستشار أحمد جمال على الإطالة في الحادثة الأليمة اللي بشارع أحمد عرابي، لكن طبعا أهالينا في كل مكان ومشاهدينا في كل مكان لازم نكون معاكم لحظة بلحظة حوالين التعليم في مصر. معالي المستشار، اتفضل. ما الفرق بين التعليم الخاص والتعليم العام؟ لا، في فروق كتير طبعا. طبعا إيه اول حاجه احب ان انا خالص التعازي طبعا لاسره المتوفاه. نعم. وخبر محزن فعلا والله. بالنسبه للفروق، قبل ما اخش في قصه ان في فرق بين التعليم الخاص والعام، طبعا الناس كلها عارفه ان في طبعا فارق، وفي طبعا مقومات وفي مميزات موجوده زي في المدارس الخاصه. ما عايزين نشرح بقى النظام المصري، النظام التعليم ككل. النهارده حضرتك مثلا بتأدي خدمه تعليميه متميزه. نعم. طالب بيكون ليه مكان ادمي بيقعد فيه. تمام. ليه مكان كويس بيقعد فيه وبيسمع الدرس بتاعه، وبيبقى قاعد وسط مجتمع راقي نظيف كل حاجه. طبعا المدارس الحكوميه حضرتك عارف حدث ولا حرج. نعم. المشاكل فيها طبعا لا تعد ولا تحصى. اغلبها، ما بقولش كلها، في مدارس طبعا نموذجيه ومدارس كويسه جدا. طب ما في بعض المدارس الخاصه هناك اعداد من كثافه الطلاب برضو، يعني بيكون هناك عدد 40 او 50 او حاجه زي كده. دي ممكن يكون هو مصرح ليه، يعني مثلا حسب خطه الابنيه التعليميه ان هو بيديك الكثافه بتاعتك على قد المساحه الموجوده في المدرسه. تمام. يعني المساحه دلوقتي لو بتهيئ ان الفصل، يعني انا اللايف المباشر على الصفحه بيقولوا، يعني احد اولياء الامور بيقولوا ان برضو في المدارس الخاصه هناك اعداد كثيفه في الفصول، فاحنا عايزين ندي رؤيه لاهالينا. احنا ممكن نعمل فرق بس ما بين قبل زلزال 92 وبعد زلزال 92. نعم. قبل زلزال 92 ما كانش في حاجه اسمها الابنيه التعليميه. قبل زلزال 92 ما كانش فيه حاجه اسمها الابنيه التعليميه خالص. فساعتها حضرتك كان في كثافات، وكثافات بتعدي كمان الارقام حضرتك بتقول عليها. تجارة المدارس الخاصة كان ممكن مثلا لو بيت قديم او فيلا كان ممكن يحولها تخليها مدرسة خاصة. انما بعد زلزال 92 انشئت هيئة الابنية التعليمية. نعم. اللي ساعتها النهاردة بتاخد مساحة المدرسة وبتقيس مساحة المدرسة، وكل طالب بيكون ليه حظ او نصيب من المساحة الموجودة في المدرسة. نعم. في الحالة دي بيديك الكثافة المعقولة. لا عايزك تشرحها. وده اغلب المدارس حاليا. عايزك تشرحها لي. مساحة يعني المدرسة، المساحة، يعني المساحة كلها بتاعت المدرسة. نعم. بيديك الكثافة المصرح ليها لحضرتك في داخل المدرسة بتاعتك، اللي حضرتك بتمشي في ترخيصها وإجراء ترخيصها، ده بيحسب المساحة الموجودة لكل جوه المدرسة، بيديك المساحة لكل طالب ليه مثلا مساحة، مثلا مساحة معينة 10 متر مثلا. يعني مثلا لو افترضنا 5000 متر، يقسم ده على 10 متر لكل طالب، يديك الكثافة بتاعتك. تمام. ده على سبيل المثال. تمام. في مدارس طبعا الكثافة بتاعتها لا تتعدى 20 25 في الفصل. نعم. في مدارس ممكن 40 وممكن 50. نعم. ده في اللي هم المدارس القديمه. كان الفصل يبقى صغير وفعلا ما يستوعبش العدد ده. فطبعا في خطط موضوعه دلوقتي، الا اسمعه واعرف ان في دلوقتي خطط موضوعه داخل هيئه الابنيه التعليميه. نعم. ان هي تبتدي تحصر المدارس دي كلها عشان تحل المشكله. بس لكن طبعا انا بكلمك ده بالنسبه للمدارس. واحنا بنحاول نكون متواجدين حوالين هيئه الابنيه التعليميه حوالين هذا الامر، عشان نشوف الاجراءات بتمشي ازاي والمواضيع بتكون يعني رؤيه للاسر المصريه ازاي. الترخيص كان حاجه سهله جدا زمان. يعني حضرتك ما يختلفش عن اي نشاط تجاري حضرتك ممكن هتعمله. المدارس الخاصه قدم على ترخيصك وبعض المقومات البسيطه اللي كانت اجراءات او الشروط اللي كانت متطبقه التربيه والتعليم اياميه، كان الموضوع مختلف عن دلوقتي.
لكن دلوقتي طبعا في شروط اشتراطات. اه انت عارف حضرتك برضو مع كله في الفتره دي كله بيجري النهارده على تراخيص، يعني كل واحد بياخد قطعه ارض بيجري بالزبط. على تراخيص مدارس او حاجه زي كده بالزبط. فالموضوع لازم يكون مقنن وله وضع بالزبط. وضع واساس في كتيب وفي شروط جزائيه، شروط قصدي كراسه شروط موجوده لكل قطعه ارض. الموظفات لازم تكون مطابقه للمواصفات، ولازم يكون ليها حاجه اسمها صلاحيه. نعم. قطعه الارض يكون ليها صلاحيه اصلا ان حضرتك يديك الصلاحيه الابنيه التعليميه موافقه مبدئيه انك تمشي في اجراءاتك وتخلص. نعم. بعد ما تخلص هم بيباشروا اثناء عملك، وبعد ما بتخلص بيستلموا منك المدارس المدرسه بالمواصفات اللي حضرتك قدمت عليها. نعم. ما يبقاش في اي تلاعب من اي نوع نهائيا. فده بالنسبه للمدارس الخاصه اللي هي خاضعه للابنيه التعليميه ولا غير خاضعه للابنيه التعليميه. انما طبعا المدارس الحكوميه انا يعني لو اتكلمت من هنا لحد اربع خمس حلقات كمان 10 حلقات مش هيكفي اقول كم المساوئ في 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 بعض المدارس. طب هنخش يعني بقى في المدارس الحكوميه بما ان حضرتك يعني بتقول هناك عديد من الحلقات حوالين هذا الامر، ما احنا عايزين نعرف برضو مشاهدينا في كل مكان لان عندنا اسر مشاهدينا بيحاولوا ان هم يعني يكون لهم رؤيه حوالين التعليم في مصر. تمام. انت شايف التعليم الحكومي ازاي النهارده؟ يعني شايف وهناك سناتر من الدروس الخصوصيه يعني حدث ولا حرج. يعني لو هتكلم على 10 حلقات عشان اسرد لك السلبيات الموجوده في المدارس الحكوميه هحتاج للدروس الخصوصيه ممكن سنه من الحلقات عشان اتكلم عن مساوئ الدروس الخصوصيه. نعم. اللي ما تقلش، فانا اسف يعني مش عايز استخدم الفاظ طبعا على الهوا، انما الدروس الخصوصيه لا تقل في 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 في, في مساوئها عن خطر مثلا زي خطر الارهاب على مصر. زي خطر الارهاب على مصر. يا هو ده يعني هو ده اساس ممكن يكون الامر وصل طبعا. طبعا النهارده ولي الامر حتى لو المدرسه نموذجيه مفيش زيها، مدرسه انترناشونال نعم. بتاخد بالدولار وبتاخد بالاورو والكلام ده كله. نعم. برضه مازال في بيجري في وريد ولي الامر كده ان هو لازم يدي لابنه او بنته درس خصوصي. نعم. مفيش فيها كلام دي، يعني لازم النهارده المدرسه علينا وعلى راسي. طب احنا نحك ازاي لازم درس خصوصي؟ يعني الاول يعني احنا زي انت يعني انت ممكن تكون بتشير باصابع الى حوالين ولي الامر الى اهالينا على مستوى محافظه مصر. طبعًا. يعني التربيه هنا يعني لازم يكون هناك سلوك معين ان ما يحاولش ان يروح للسناتر. اكيد اكيد. ولي الامر النهارده ليه الدور الاول، حتى لو في بعض الاحصائيات تقول لك لا ده المدرسه عليها 50% و 50% العامل الثاني على البيت. طب لا ده انا 80 و90% على البيت و10% على المدرسه. هناك سؤال، اتفضل. ما هو في احد المدارس الخاصه هناك سناتر وهناك دروس خصوصيه. دي بعض التجاوزات بقى اللي انا طبعا انا ما يعني لا يفهم عقل ازاي النهارده يبقى في مدرسه وليها رساله ورساله ساميه بالشكل دوت، وازاي النهارده بهدفها يبقى هدفها الربح بالمنظر ده وبالشكل ده، ان هي كمان تنقل المدرسه تخليها مركز تعليمي في اخر النهار. ازاي اقصى حاجه عنها كمثلا في اثناء النادي الصيفي مثلا اثناء الاجازه. نعم. الصيفيه. نعم. حضرتك مثلا في حاجات ثقافيه زي تحفيز القران الكريم، دورات كمبيوتر، ما اعرفش ايه، لغات زي الانجليش زي مش عارف الايطالي الفرنساوي، يبقى في دورات مثلا اللي هي ايه يعني تزويد للطالب مثلا. نعم. في اثناء الفتره الصيفيه. نعم. وبرده مراجعه لبعض المناهج اللي فاتت وبعض اجزاء من المناهج اللي هو داخل عليها، ده تهيئ الطالب. هناك بعض الناس هتقول لك طب ما احنا في المدارس الحكوميه ما المدرسين ما بياخدوش الرواتب الاساسيه بتاعتهم، عشان كده لازم نكون عندنا سناتر. لا يا فندم، لو المدرس انا اسف طبعا الا من رحم ربي، انا نعم. بتكلم حضرتك اللي ايه المدرس يعني لو هتديله 50,000 جنيه 100,000 جنيه في الشهر برضه هيسعى ان هو يدي درس خصوصي. لا تاني معلش، لو يعني حتى مرتبه حضرتك بتقول لحد الابناء والحد الاكبر نقطه ومن اول السطر. انا بقول حضرتك الا من رحم ربي بس المعظم والاغلبيه بيحس ان هي زي فرصه. ولي الامر النهارده والبيت بيشجع على حاجه زي كده. المدرسه النهارده ممكن يقصر فيها بشكل معين فيعوضها بالدرس الخصوصي، فلازم هيدي درس خصوصي. لو انت حضرتك النهارده زي ما قلت لحضرتك هتدي له الاف الالاف من الجنيهات في الشهر برضه هيسعى ان هو يدي درس خصوصي. مفيش، تحس ان هو برضه زي ولي الامر نفس الفكر، ولي الامر بيحس ان هو عمل اللي عليه، يعني رضى ضميره ان هو ادى لابنه او بنته الفرصه مره واتنين ان هم يتعلموا وان هم ياخدوا الدرس بتاعهم مظبوط ويراجعوا مظبوط والكلام ده كله. فالنهارده هو ولي الامر عنده قصه يعني ممكن يكون عارف كمان ان ابنه ممكن يفوت حصه. ممكن ابنه يفوت حصه. واللي بيحصل دلوقتي فعلا السناتر دلوقتي ده حدث بلا حرج برضه حضرتك على الانظمه اللي ماشيه دلوقتي والكلام اللي ماشي دلوقتي. وعيني عينك. يعني انت عايز تقول ان هناك ترابط بين المعلم وبين الطالب ان ممكن يفوت حصه واثنين وخمسه طالما بيروح السنتر عنده بس خلاص. هي دي المشكله. طب نحد من الظاهره دي ازاي؟ ده لازم يكون في تكاتف. في تكاتف. ما انا لسه كنت هكمل في بدايه حلقه بس قبل ما قطعنا عشان الحادثه الفظيعه اللي شفناها ديت، كان الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم. نعم. راجل له باعة وتاريخ وراجل بروفيسور واكاديمي محترم
وعايز فعلا يطبق فكر كويس، فكر جميل. وفعلا الرئيس السيسي يعني اصاب فعلا في اختياره للحقيبه الوزاريه ان هو يعطيها للدكتور طارق شوقي. نعم. بس الحقيبه ديت انا بشبهها، يعني انا اسف طبعا في استخدام الالفاظ، زي مثلا كرتونه الفاكهه اللي من بره تحس عليها الدعايه بتاعتها ثلاثيه الابعاد ومش عارف الفاكهه شكلها عامل ازاي وبتاع. نعم. وحضرتك تبقى عايز مش تاكل الفاكهه اللي جوه، حضرتك عايز تاكل الصوره. بس تفتح تلاقي جوه فاكهه بايظه، فاكهه مسرطنه، مشاكل. طبعا ده بيتلخص بقى في ايه؟ لو هنتكلم ده عن تطلع على وزاره التربيه والتعليم، على الفساد الاداري الموجود، على المشاكل اللي بقى رحم ربي. في شغل طبعا، في ناس افاضل بنتعلم منهم، مش عايز اقول لحضرتك. لكن الاغلبيه للاسف فيهم مشاكل كتير. فالنهارده راجل ذو فكر بالشكل دوت، حضرتك اطلقته على منظومه فيها مشاكل كتير وفيها سلبيات كتير. ما هو مش جاي معاه الطقم بتاعه او جاي معاه الناس بتوعه، يعني اغلب الموجود كلهم اللي هو بيتعامل معاهم وبيعتمد عليهم في تطبيق فكره ونظرياته وحاجته. ده كل ده ناس للاسف متواجدين بالفعل وشغالين على نظام قديم. يعني في ناس لغايه النهارده يا احمد بيبي بيقول لك ان موضوع التابلت لغايه النهارده ما تعملش على مستوى المدارس كلها. بالظبط. واخر حاجه دلوقتي برضو جينا اتكلمنا عليها، عفوا، التابلت دلوقتي اخر حاجه هو جه اتكلم عليها السيد الوزير، بيقول ان هو هيطبقها في مدن القناه. نعم. اللي هي بورسعيد والسويس والاسماعيليه. فده شيء جميل ان هو النهارده ده فعلا ده كان المفروض يتم في الاول. طب هل هنا مش في حاله تميز بين المحافظات والمحافظات الاخرى؟ لا، هقول لحضرتك ليه. اتفضل. انا برضو كنت ضد ان هو يطبقها مثلا في مدن القناه. كان مثلا يطبقها الاول جوه العاصمه القاهرة. نعم. وبعض ضواحي القاهرة. نعم. اللي هي برضو فيها ايه؟ فيها ناس واعية، فيها شغل، فيها ناس، فيها انترنت، فيها طلبة النهاردة وتلاميذ وصغيرين حتى في السن معاهم التابلت ومعاهم الموبايل. نعم. عندهم صفحة فيسبوك، عندهم يخشوا على اليوتيوب، فاهمين ازاي النهاردة يتعاملوا مع التابلت. تمام. من هنا حضرتك طبقت ده داخل المحافظة هنا، من هنا هتبان لك لو في سلبيات، هتبان لو في مشاكل، هتبان، هتبتدي تعالجها انت بالتدريج. نعم. واذا لما تيجي حضرتك تنتقل الى محافظه ثانيه، يبقى عالجت السلبيات والمشاكل اللي كانت صادر واجهت حضرتك عشان تطبقها بنظام مظبوط ومفيش فيه مشاكل. تمام. انما النهارده مره واحده لا، هنطبقها على عموم الجمهوريه، وهنغير النظام بتاع سنه اولى ثانوي، هنغير النظام بتاع كي جي، هنغير النظام بتاع اولى ابتدائي. طب والنهارده لما انت عممتها، طب ما للاسف احنا فشلنا مره واثنين وثلاثه ان احنا نوزع، وما زلنا في بنعقد اجتماعات وبنعقد ونشوف الدنيا هتمشي ازاي، وما زالت كلام نظري. حضرتك ما نزلتش الشارع، حضرتك ما شفتش المشاكل الموجوده فعلا اللي بتواجه المدارس اللي موجوده، مش بس في الاقاليم وفي الريف، في مناطق، في فنادق فعلا جوه القاهره مدارس برضو غير مؤهله. يعني حضرتك يا معالي المستشار بتشير الى يعني الاداره ان يكون هناك رؤيه عامه للواقع في الشارع المصري على مستوى المحافظات. ده المفروض. انا كنت بنادي في مره وبتكلم برضو في احد الحلقات، كان في مثلا وزاره الداخليه. نعم. مثلا بنتكلم ان هم كانوا عاملين نظام الشباك الواحد. مثلا من قطاع المرور. نعم. فليه ما نعملش حاجه زي كده في وزاره التربيه والتعليم؟ وزاره بسم الله ما شاء الله حاجه كبيره، مكاتب، موظفين، حاجه كبيره جدا، وموظفين كتير. النهارده طب النهارده ليه ما نخليش ناس رؤساء الاقسام او الناس الكويسه المخضرمه الكوادر اللي موجوده استفيد بيهم في الحاجات الاداريه الموجوده. نعم. وكافه الباقي الموظفين وغيرهم ينزلوا الشارع عشان يشوفوا الدنيا عايزه ايه تحت. ما ينفعش النهارده نفضل نطبق الكلام ده نظري ونيجي نتصدم لما ننزل الشارع، ونتصدم لما نشوف المدارس ومدى احتياجيه وجاهزيه المدارس. يعني انت حضرتك مع رؤيه يطبق موضوع التابلت على مستوى محافظات. جميل جدا، جميل جدا. بس لو الدكتور طارق شوقي عايز يطبق النظام ده كله زي ما هو كده في احد البلاد المتقدمه، هيواجه صعوبات، فما بال حضرتك اللي احنا فيه. هيواجه طبعا صعوبات عشان يطبق نظام او فكر جديد عايز يطبقه، وعايز يلغي نظام قديم مثلا كانوا هم ماشيين عليه. عايز ينافس فكر وليكن هو متقارب كمان، والناس متقدمه يعني عننا كتير جدا. قبل كده قلتها في حلقه، قلت لهم متقدمين كمان، لو هنتكلم مثلا حتى هم بيسموها حتى في بضحك كده يقول لك كوكب اليابان. نعم. يعني هو ده مثلا ده مش هنقارن، مش بنتكلم، بقول لك انا قبل كده قلت يعني سبقنا بالاف السنين الضوئيه، مش هقول السنين العدد. بما ان حضرتك رحت لي يعني احد الدول الاخرى، طب يعني المناهج داخل يعني المدارس الخاصة وبتبدأ من كي جي 1 إلى يعني الإعدادية أو الثانوي العام، يعني أنت شايف المناهج اللي هي مرتبطة بالخاص غير الحكومي، هل ده بيترتب على التلميذ اللي هو موجود في الخاص برؤية أوضح من اللي موجود في الحكومي؟ آه طبعا. النهاردة حضرتك في حاجات معينة أنت بتقومها، مش هنقول إن هي ناقصة في الكتاب الوزاري، بل بالعكس الكتاب الوزاري كتاب غزير مليء بالمعلومات.
منها اللي ممكن تستفيد منها وفي اللي ما تستفيدش منها. منها ان هي مجرد، انا اسف في اللفظ، حشو حشو ملوش لازمه. يعني النهارده عشان ادخل كل المعلومات دي جوه دماغ التلميذ، ولنفترض هو هيقعد وهيذاكر، نعم، وبيته بيت منظم وبيسجعوه وبينظموا له وقته وبيذاكر وبيعمل الكلام ده كله، نعم، دخلت المعلومات دي كلها، اتحدى حضرتك، مش هقول لك بقى تاني يوم من الامتحان، في نفس الامتحان وهو خارج يوميها من الامتحان، اساله على اي حاجه من الحاجات دي، هتلاقي في حاجات وقع منه وفي حاجات مش فاكرها. طب إيه، طب وايه لازمتها يعني بيه؟ ايه لازمتها النهارده؟ يعني عايز تقول ان هناك يعني مواد كتيره داخل مناهج الوزاره، المناهج نفسها، مناهج، مناهج دسمه بتكون يعني منهكه لل، انا ليه مثلا التلميذ او الطالب مثلا مع ولي الامر بيشجعوه ان هو ياخد درس خصوصي؟ ما هو عشان بيعمل له ملازم وبيعمل له مختصرات وملخصات وحاجات زي كده، بيسهل له المنهج. طب احنا النهارده احنا ممكن نبص للجانب الايجابي سنه، طبعا انا حاجه سلبيه بحته، نعم، لكن ممكن في جانب ايجابي سنه، ان انا المدرس النهارده تعب ولخص وعمل مثلا ملخصات، نعم، ما خرجش منها الامتحان مثلا. ولنكن في ناس طبعا بيعملوها النظام ده نظام تجاره يعني، لكن في ناس فعلا بيعمل لك منهج علمي كويس محترم، ملخص حلو للكتاب الوزاري، الطالب بيذاكر فيه وبيطلع يخش الامتحان بيحل كويس. طب النهارده ليه الوزاره ما تلتفتش للحاجات دي، ان هي تاخد منها بعض الافكار، ان هي تقلص معالي المستشار؟ انت عايز تدي برده اشاره معينه ان يكون هناك تطوير داخل وزارة التربية والتعليم، حتى يبقى جزء من الخاص او المدارس الخاصة، يبقى في جزء للحكومي مثلا، يكون لك تطوير لاولادنا المصريين في كل مكان. ده المفروض، ده المفروض. ايه الجديد حضرتك مثلا من 30 و40 سنة؟ هتلاقي حاجات بسيطة جدا اللي فيها اختلافات. طب يتعمد على اتصالات معنا الدكتور رأفت عمران الخبير التربوي. الو، اهلا استاذ هاني. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير حبيبي. بحييك طبعا. دكتور رأفت، النهارده بنتكلم عن المدارس الخاصه والمدارس الحكومي، ما الفرق بين المدارس الخاصه والمدارس الحكومي، ولكن هناك عندنا اشكاليه حوالين الاطار الحكومي في كثره المناهج اللي موجوده داخل المناهج الحكوميه. تمام. اتفضل يا فندم. احنا المدارس الخاصه بتمثل نسبه ضئيله جدا، حوالي من 5-7% بالنسبه لمدارس الدوله، ويا ريت يفتحوا المجال اكتر علشان تخف عن التكدس اللي موجود في داخل الفصول اللي اتصل ب 70 تلميذ و100 تلميذ، وكانت سبب وما زالت سبب في افشال العمليات التعليميه في مدارس الحكومه اللي هي مدارس الغلابه ومدارس الغالبيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، التطوير اللي موجود حاليا القائم عليه معالي الدكتور الوزير طارق شوقي كويس وكل حاجه، ولكن محتاج دعم مادي كبير جدا علشان يستمر وعشان يتحقق. وانا استمعكم ومتابعكم طبعا، انت وضيفك المحترم، بان التابلت وعدم فعاليته، لانه عدم جاهزيته وعدم جاهزيه المدارس والاشكاليه الموجوده، وما يطبق في القطاع من المحافظات دون كعنصر تجريبي، ماشي اوكي، ولكن احنا ليه ما استعدناش من السنه اللي فاتت وكان كل ده معد؟ لان زي ما قال ضيفك الكريم، الموجودين في والقائمين على العمليات التعليميه اصلا ضد التغيير وضد التطوير معظمهم. الجيل القديم اللي موجود في الوزاره يعني كفيل بانه يفشل اي حد ويوقف اي تطور واي تقدم، والمفروض عدم الاعتماد عليهم جمله وتفصيلا علشان يتم التطوير، وفي نفس الوقت نخلي التعليم ده كمشروع امن قومي وندعمه ماديا، والدوله تقف في ظهر الراجل ده وقفه قويه وفعلا يتعمل صح، علشان اصلا هيبان اثره على مصر كلها في خلال 14 سنه على الحد الاقصى، اللي هي سنوات التعليم عندنا، ونشوف مصر هتتغير ازاي، لان احنا محتاجين دعم مادي في وزاره التربيه والتعليم عشان تنجح التجربه. ده اساس. عندنا المدرسين في المدارس الرسميه اللغات اللي تبع الحكومه غير متوفره، عدد المدرسين خصوصا في الماث والانجليش والساينس، الحاجات اللي هي المهمه القائمه عليها المدارس الرسميه لغات، ما هم مش موجودين، مش متوفرين. طيب ليه؟ عشان عدم وجود الدعم المادي. العماله، انا مثلا هقول لحضرتك على حاجه وانا بمارسها، انا بدير مجموعه من المدارس الخاصه، مجموعه كبيره جدا ومميزه، ما فيش داعي لذكر اسماء عشان
الدعايه تفضل. والاعلان تفضل. بيتصلوا بيا من الاداره التعليميه يقولوا لي المدارس الحكوميه فيها عمال محتاجين انتوا تشيلوا خمس ست عمال في 500 جنيه يعني انت في حدود 3000 جنيه لان ما فيش دعم موجود في المدرسه ولا في الاداره التعليميه عشان يدفعوا للعمال الفلوس بتاعتهم. ده انا بضرب لحضرتك مثل بسيط. فالتعليم محتاج والماده هي الاساس في انجاح اي شيء وفي سبب في افشال اي شيء عدم وجود الماده اللي هي الفلوس. فلازم يكون في دعم مادي. لازم يكون في دعم مادي واقولها للمره الثالثه لازم يكون في دعم مادي علشان تتحقق التجربه وتنجح التجربه لان فيها نجاح لمصر كلها. يعني دكتور رافت يعني حضرتك مع ان يكون هناك تسهيلات حوالين تراخيص المدارس الخاصه اللي انت بتقول هناك يعني يسهلها يسهلوها على الاقل تخف الضغط اللي موجود. بشكرك دكتور رافت عمران الخبير التربوي معالي المستشار. يعني انت رؤيه الدكتور رافت عمران وهو الخبير التربوي بيقول ان انا مع ان يكون هناك يعني انتشار للمدارس الخاصه ويكون هناك تسهيلات لهذا الامر ان هناك عواقب بتقابل الساده المواطنين حوالين هذه الترخيصات وبيروحوا بقى بيحاولوا ان هم يعني يجروا ورا الترخيصات بطريقه او بطريقه اخرى وبيتم برضو الترخيصات بتاعتهم. يعني انت شايف هذه الرؤيه دي ازاي؟ انا عايز اقول لحضرتك ان ما يعتبرش فيه عقوبات عواقب قصدي. ان النهارده بالنسبه لحضرتك مثلا تمتلك قطعه ارض. قطعه ارض ديت طالما ليها الصلاحيه ان انت تبني عليها مدرسه مفيش اي مشكله في جميع الاجراءات اللي انت ممكن تستصدرها عشان تستخدم الترخيص بتاع حضرتك وتبتدي شغل. لكن طالما المدرسه ما فيها او الارض اسف ما فيهاش الصلاحيه ديت يعني مثلا ارض زراعيه ارض عليها نزاعه ارض فيها مشاكل ارض ما فيهاش اي حاجه وجميله ومطابقه للمواصفات ما عدا ما فيش بتطل مثلا على مطلات بشكل معين او على شوارع جليليه بشكل معين ليها سيستم ليها معين ولها مخارج ومداخل فدي الحاجات الاساسيه لقطعه الارض. مجرد ما الحاجات الاساسيه دي ان شاء الله يكون مدرسه في سور مدرسه بس النهارده طالما مطابقه للمواصفات انا مش شايف فيه عواقب خالص بالنسبه للاصدار. بالعكس ده في اتجاه للدوله فعلا بتشجيع ان يبقى فيه مدارس خاصه. كمان وزاره التربيه والتعليم انا مش كل مدرسه خاصه مثلا بتتكلم وبتحط مثلا مصروفاتها كيفما تشاء. الحمد لله في اشراف مالي واداري وحاليا دلوقتي بيخضع للاشراف المالي من وزاره الماليه. خلي بال حضرتك يعني احنا هنروح ل يعني للاشراف المالي والاداري اللي مهم جدا لان على مستوى محافظات مصر كل الاسر المصريه اللي دخلت او مدخله اولادها المدارس الخاصه عايزين يعرفوا الاطار القانوني للماده الماديه اللي بيحاولوا ان هم يكون يعني مع التعامل مع المدرسه الخاصه. لكن هنطلع فاصل ونرجع لموضوع الاشراف المالي والاداري. يلا نطلع فاصل ونرجع تاني مع حضراتكم. مشاهدينا مشاهدي برنامج احداث الساعه في كل مكان، طبعا النهارده بنتكلم وبنختص بالتعليم العام والتعليم الخاص عشان ندي رؤيه لاهالينا على مستوى محافظات مصر في العام الدراسي 2018-2019. بنحاول ندي رؤيه يعني بنقول لكل اهالينا وكل الاسر المصريه في كل مكان ايه اللي بيتم داخل منظومه التربيه والتعليم. وهنا لما رصدنا لحضراتكم حوالين التعليم العام او التعليم الحكومي على مستوى محافظات مصر وقلنا حدث ولا حرج حوالين اسوار المدارس من كميه الجراشات، وقلنا حدث ولا حرج حوالين السناتر اللي يعني بتنتشر في ربوع مصر
وده بيدي صوره غير حضاريه وصوره غير تعليميه. ولكن النهارده بنحاول نربط التعليم الخاص والتعليم العام، ولكن هنحاول يعني نتعرف على يعني الشاغل العام للاسره المصريه في كل مكان. طبعا برحب بالضيف مره اخرى الدكتور احمد جمال الدين، مره اخرى برحب بك يا دكتور احمد او معالي المستشار احمد. وكنا قبل ما نطلع فاصل كنا بنتكلم عن يعني الشؤون الماليه والاداريه داخل التعليم الخاص، وايه المنظومه بتبقى ماشيه ازاي حوالين المصاريف المدرسيه لاولياء الامور داخل المدارس الخاصه. تمام. طبعا هو حاجه طبعا مهمه جدا وشغله معظم البيوت المصريه. نعم. اللي بتقول ان النهارده المدارس بتتعامل بمزاجها وبتحط المصروفات بمزاجها، لا وكل سنه بتزيد المصروفات للمدارس اللي انا بدي يعني في زياده طبعا دوريه اللي هي زياده السنويه. نعم. دي اللي بتقرر من وزاره التربيه والتعليم. بتقرر من وزاره التربيه والتعليم، يعني مش المدارس الخاصه هنا اللي بتزود المصروفات. مش كم فكب مش كفاية ما تشاء. اه. واللي بيعمل كده ده مخالف. النهارده في حضرتك التوجيه المالي والاداري اللي هو غدا الاشراف مباشر من وزاره الماليه. نعم. حضرتك النهارده بتتكلم بتقول مثلا انا هفتح مدرسه. مش مجرد ما حضرتك هتقول هتفتح مدرسه يبقى انا مثلا هعمل هنا كذا وهعمل هنا كذا، لا ده في خطه موضوعه. كذلك اداريا جوه المدرسه حضرتك بتديك التعليمات اللائحه الداخليه يكون شكلها عامل ازاي، نشره المصروفات بتجيلك من وزاره التربيه والتعليم. لا مره ثانيه، نشره المصروفات بتجيلك من وزاره التربيه والتعليم للتلميذ. بدايه المدرسه اول حاجه حضرتك بتاخد نشره المصروفات بتاعتك. تمام. بتجيلك كل سنه حضرتك بتقدم طبعا على التوجيه المالي والاداري بيجي يفتش على حضرتك. نعم. بتعمل حضرتك الدراسه بتاعتك وبتعمل يعني المدرسه الخاصه مش ماشيه كده. لا واللي بيعمل كده ده مخالف. مخالف. فانا بقول لحضرتك دلوقتي بيجي لك الزياده الدوريه. قبل ما اروح للجزئيه الزياده الدوريه، المخالف ايه اللي بيتم معايا؟ لا المفروض طبعا بيتحط تحت الاشراف المالي والاداري. وبعد ما بيتحط تحت الاشراف المالي والاداري عشان تظبط الامور عنده في المدرسه والكلام ده كله. طبعا ده مستقبل وتلاميذ موجودين. نعم. ده مثلا مش محل تجاري اسف عشان اقوم جاي مثلا قافله او مشمعه مثلا. لا ده مدرسه فيها مدرسه وفيها طلبه وفيها مستقبل طلبه، ما ينفعش النهارده اقوم جاي قافلها. لا اشراف مالي واداري بحيث ان انا بظبط المدرسه ديت كانا كوزاره بظبط المدرسه ديت اشرافيا، بشرف عليهم من ناحيه الماليه ومن ناحيه الاداريه ومن ناحيه كل شيء. نعم. الى ان تنتظم وتكون مظبوطه ابتدي اسلمها تاني لمالك المدرسه. والزياده الدوريه ديت لا تتعدى الى 10%. في بعض الاحوال في مدارس طبعا بتاخد بالعمله الصعبه وبتاخد الفلوس. نعم. طبعا كتير والكلام ده كله، فبتبقى ليها ابعاد اخرى يعني، بس طبعا في اطار وفي سياق هو متفقين عليه او في شغل موجود في الترخيص بتاعه. طيب. بيتيح له حاجه. معالي المستشار احمد تعال نروح لجزئيه، وهي جزئيه مهمه جدا بتشغل برضو الراي العام وبتشغل الاسر المصريه في كل مكان، المصروفات بتاعه الملابس والمصروفات اللي هي بتاعه الكتب اللي هي الخاصه داخل المدرسه والرحلات والتنزهات داخل المدرسه. بتكون هناك لها يعني رؤيه اداريه وماليه داخل اداره التربيه والتعليم او الادارات التعليميه والتبرعات، لان موضوع مهم ويشغل الراي العام ويشغل الأسر المصرية. زي ما قلت لحضرتك كل الحاجات ديت موجود ليها تعليمات داخل الوزارة متمثلة في المديريات التعليمية، المديريات التعليمية بالتبعية ليها الإدارات التعليمية لكل منطقة. نعم. حضرتك بترجع لها كصاحب مكان أو كصاحب مدرسة في مقومات في ضوابط معينة حطها لك وزارة التربية والتعليم في استخدام هذه الأشياء. تمام. زائد إن في نسبة طبعا متورط، زائد إن ما يكونش طبعا فيها ربحية كبيرة، ما يكونش فيها أبعاد تانية، حضرتك كل حاجة بتدرس على حدة. طيب يتوافد على اتصالات معايا الأستاذ محمد بدوي أحد مدرسين المدارس. ألو. ألو. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. بحييك يا استاذ محمد. اهلا بيك، ازي حضرتك؟ استاذ محمد النهارده بنتكلم عن المدارس القطاع العام القطاع الحكومي والمدارس الخاصه وما الفرق بينهم، وبنشوف يعني مدى الكتله التعليميه داخل وزاره التربيه والتعليم. والله يا فندم بالنسبه للتعليم الخاص قليل جدا لما نيجي نقارنه بالحكومه، الحكومه اكبر طبعا. انا عندي النهارده 22 مليون طالب بيروحوا المدرسه وبيرجعوا من المدرسه. وطبعا في تعليم، في نظام جديد اتعمل في التعليم اللي هو الوزير عمله. طبعا النظام ده بيعتمد على الفهم وليس على الحفظ، كان زمان في تلقين وحفظ. فدلوقتي الطالب بيعبر عن المستوى الحقيقي عن طريق التعليم الجديد ده. وطبعا التعليم دوت في اي نظام بيعتمد اولا واخيرا على الاحترام المتبادل بين الاطراف. نعم. فلما يكون في احترام ما بين المدرس وولي الامر والطالب ومدير المدرسه والوزير والمدير الاداره، الاحترام لما يكون متبادل هنطلع منتج كويس. نعم.
فطبعا انا بطالب اول حاجه ان المعلم هو المحور الاساسي في النظام الجديد، ان يبقى فيه مرتب يتلائم مع المعيشه الجديده بالنسبه للمعلم. نعم. يبقى فيه صوره تليق بيه، ان هو رايح المدرسه بلبس معين بطريقه معينه يونيفورم معين. يبقى فيه نظام كده، يبقى الصوره اكتملت في النظام الجديد. ده استاذ محمد بتتكلم كده على القطاع العام، القطاع الحكومي داخل وزاره التربيه والتعليم. تمام يا فندم. نعم. هو الـ بالنسبه للعدد الحكومي اكبر من العدد الخاص كتير. نعم. اللي بيتحكم في الـ في الـ في القطاع الخاص هو الفلوس. انا معيش فلوس، طب هضطر اروح الحكومه. نعم. فبالنسبه للحكومه كلامنا كله منصب عليها. المدرس اللي هو في القطاع الخاص كمان يا فندم بياخد مرتب عالي عن المدرس ده الحكومه. نعم. فطبعا احنا دلوقتي في التعليم الجديد دربنا المعلمين ودربنا المدرسين على النظام الجديد. طبعا انا بطالب ان مديرين المدارس يتدربوا برضو على النظام الجديد عشان يعرفوا يتعاملوا مع الطالب ومع المدرس. نعم. بجانب ان وسائل الاعلام انا بطالبها من خلال حضرتك بانها تعمل توعيه لولي الامر ان النظام الجديد ده ما يستهونوش بيه، ده نظام بيعتمد على ان العيل الصغير من صغره بتاع الكيجي وبتاع سنه اولى هيسيبه من موضوع التلقين بتاع زمان وهيفهم هو بيعمل ايه. يعني انا لما بقول للولد وهو صغير ارسم نفسك، انا مش بطالبه ان هو يرسم لي تابلوه جميل او لوحه جميله، لا انا عايزه يعبر عن اللي جواه. نعم. طبعا زمان انا كنت بديله حاجات بيحفظها، بيجي في الامتحان يفضي اللي في دماغه واللي حفظه يفضيه في الورقه بتاع الامتحان، واول ما يخرج من الامتحان بينسى اللي عمله كله والدرس كله. انما دلوقتي انا بعتمد اعتماد كلي على الفهم وليس الحفظ. تمام. فطبعا من خلال حضرتك انا بقول ان احنا كنا في سنه 2013 رقم 137، وهو ده كان اخر رقم في الترتيب العالمي للدول في التعليم. نعم. النهارده في 2018 صفقنا لاربع مراكز، بقينا رقم 133. وان شاء الله بوجود حضرتك وبوجود الساده الموجودين والمسؤولين عن التعليم في سنة 2019 نفسنا ننفذ 10 درجات. بنضم صوتنا لصوت حضرتك استاذ محمد بدوي احد مدرسين القطاع العام، بشكرك على الاطلالة الجميلة. وطبعا هنا الاستاذ محمد بيدي نفس الرؤية، يعني احنا كلنا متفقين مع المستشار احمد حوالين ان هناك رؤية تفاهمية في الادارات التعليمية ووزارة التربية والتعليم، حوالين ان يعني اولياء الامور يكون هو الهدف الاساسي التربية ثم التعليم فيما بعد، ولكن هنا التعليم ما بقاش بالفهم ولكن هو هنا بالرؤية. يعني زي ما انت مثلا بتودي ابنك للمدارس الخاصه بيكون هناك اختبار مبدئي في الاول بيشوف الولد هل بيفهم ولا ما عندوش رؤيه الفهم حوالين التعليم. سليم. طبعا انا بتفق طبعا مع الاستاذ، وكنا ده بدايه كلامي. نعم. يعني بقول لحضرتك بالنسبه للدروس الخصوصيه يعني دي آفة للاسف. ويعني دي برضو حاجه مهمه جدا لازم الواحد النهارده يراعيها. وعايز اقول لحضرتك على حاجه، مثلا مش الدكتور طارق شوقي مثلا وزير التربيه والتعليم هو النهارده اللي منوط بيه، ده يبقى ظلم وظلم بين النهارده ان انا اجيب شخص او بني ادم متمثل في وزير التربيه والتعليم واقول له حضرتك المسؤول، حضرتك بقول لك اعدل، حضرتك بقول لك انت اشتغل وطور وعالج سلبيات واعمل من كل ده. طب ازاي؟ ما ينفعش. فالموضوع اللي هو الفكره اللي هو بيطبقها ديت لو هتطبق على اربع او خمس سنين ده يبقى كويس وفير جدا عشان تقدر النهارده توصل للمرحله بتاعت الفهم والاستيعاب. طبعا. لكن عشان كده احنا النهارده من اول السنه، بل من السنه اللي فاتت واحنا بنتكلم على الموضوع ده لما طرحت الفكره لاول مره لحد النهارده احنا ما طبقناهاش. ان فيها صعوبات وفيها مشاكل كتير جدا. وبرضه انا في حاجه تانية برضه بضم صوتي للدكتور رأفت المداخله الاولانيه. اتفضل. ان هو بيتكلم ان لازم يكون في دعم مادي. اه. ما هو الدعم المادي مش بس دعم مادي وفلوس. ما هو في لازم يكون في كذا دعم من انواع اخرى. زي ايه يا معلم؟ الدعم التربوي من داخل البيت. الدعم التربوي. انك توعي اولادك النهارده يعني ايه مدرسه؟ يعني ايه مدرس؟ يعني ايه مناهج؟ يعني ايه ينظم وقته ويذاكر؟ يعني ايه يعرف ان المدرسه دي حاجه مقدسه؟ ازاي يخشها النهارده ويكون مهتم ويكون بيذاكر دروسه وبيعمل واجباته ومهتم بالمدرسه بيحب مدرسينه؟ ازاي ده يحصل؟ ده النهارده دور البيت زي ما قلت لحضرتك في اول حلقه، مش هقول لك 50 و60%، ممكن 70 و80% و90% كمان. دور البيت مش دور المدرسه. يمكن حتى لسه الاستاذ محمد بدوي بيقول ان هناك عائق، هو عائق اساسي هو دور البيت ودور الاسر النهارده بالفهم الجديد والتعليم الجديد يكون هناك رؤيه لهذا الامر عشان يكون في تلاعب بين ولي الامر وبين المعلم. بالظبط.
لكن الفكره دلوقتي برضو زي ما بقول لحضرتك، بالنسبه ارجع تاني واتكلم برضو على حته الدروس الخصوصيه. اتفضل. يعني مهمة حتى جدا لو خلي بالك يا معالي المستشار شغل الراي العام، حتى يعني لو في بيت هناك تلاحم بين المعلم في السناتر وبين ولي الامر. قالها مره الاستاذ محمد هنيدي في فيلم لما بيقول لك لما المدرس يتحط له الشاي والكيك، نعم، هيقدر النهارده تاني يوم يبقى واقف في الفصل ويحترم من المتطلب اللي قدام منه؟ ازاي؟ المدرس عندي حاجه من الاثنين، لازم يكون لازم يكون مجتمع فيه حاجتين. نعم. اول حاجه ماده علميه كويسه عشان يقدر يعطيها للطلبه، زائد شخصيه قويه يقدر بيها يسيطر على الفصل اللي قدام منه، وخاصه بقى انا بتكلم دلوقتي بقى كمان بخص الذكر في المدارس الحكوميه لما يبقى قدامه 120 و130 طالب. اديني شخصيه مدرس تسيطر على 120 130 تلميذ قدام منه عشان يقعد يديهم حصه. نعم. مش حصه، ربع حصه. نعم. مش هيعرف. يعني انت معالي المستشار شايف ان هناك القان على السوشيال ميديا غير طبيعي حوالين المعلم والطالب او التلميذ، حوالين التهكمات اللي بتتم من التلميذ الى المعلم. يعني اصبح الكادر التعليمي هنا بقى هو يعني منظومه السناتر اللي موجوده في الشارع المصري. يعني النهارده التلميذ ما بيروحش مدرسته او الطالب ما بيروحش مدرسته، ولكن بيكون هناك صداقه بين المعلم والتلميذ. فدي بتدي يعني رؤيه، حضرتك شايفها ازاي؟ كلنا اتعلمنا طبعا، وكلنا تعاقبنا جوه الفصول، وعرفنا يعني احترام للفصل، واحترام للمدرس، واحترام للماده العلميه اللي بتدرس. نعم. وزي النهارده بقى حريص ان انا كشكولي يكون نظيف متسطر مظبوط، واجبي معمول، وحاجتي موجوده، وكتابي معايا في المدرسه، كل حاجه. الكلام ده كله ما بقاش موجود خلاص. دي مشكله كبيره جدا برضو. السبب الرئيسي فيها ارجع برضو، مش هقول الفساد اداري ولا هقول لك وزاره ولا هقول لك الدروس الخصوصيه. زي ما قلت لحضرتك زمان كان المدرس يعني انا بنعرج بينه يروح من بيت لبيت، يروح بيته ممكن الفجر، بس النهارده الغرض او في نفسيته يعلم الطالب اللي رايح له ده، يذاكر له حته هي واقعه منه. تسمح لي بسؤال محتاجها مثلا؟ تسمح لي بسؤال؟ اتفضل. طب هنا المدارس الخاصه ما بتتعملش او ما بتتحطش تحت اطار السناتر؟ يعني ما هي مدارس خاصه، ما هي انا النهارده بودي اولادي بالفلوس زي السناتر بالظبط. انا اتمنى اتمنى ده السناتر حضرتك يعني بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. زمان كان المدرس النهارده زي ما بقول لحضرتك من بيت لبيت وبيتعب. نعم. وبس من الشغلات مادي، ولما يوم لما مثلا كان ولي امر يدي فصل فلوس للمدرس كان ممكن يعمل له مشكله. ازاي ده اخويا الصغير ده ابني؟ هنا هنا بعض اولاء الامور بيقولوا ان احنا مدخلين ولادنا بالفلوس. ما انا مع حضرتك في المدارس يعني اصدق ولا في المدارس الخاصه؟ في المدارس الخاصه. طب ماشي. طب بيكون هناك يعني حاله من التهكمات انا يعني ابني انا بعلمه بالفلوس. ايوه ماشي، بس طب الفلوس، طب وبعدين عمل ايه بالفلوس دي؟ يعني هو بس لمجرد ان هو يلتحق بمدرسه ياخد شهاده من المدرسه؟ يعني هل المدارس الخاصه ما بتقابلش عوائق من اولياء الامور حوالين هذا الامر؟ طبعا طبعا. بيقول لك المدرسه مالهاش دور. طب انت بتجيب ابنك، انت معلم ابنك ان هو يبقى حريص ان يجي المدرسه ويتعلم. طب احنا كمدارس خاصه مثلا عندنا بنعرف نسيطر على الموضوع دوت، ندخل المدرس ان هو لازم يخش حصته في ميعاده ويدي المنهج في ميعاده ويشتغل مظبوط وصح وكل حاجه. انت هل انت ربيت ابنك او بنتك النهارده ان هي فعلا تلتزم جوه المدرسه وتتعلم تعليم مظبوط وتسمع لشرح المدرس بتاعها؟ ما بيحصلش. طب ما بيحصلش مشاكل بين اولياء الامور وبعض المدرسين داخل المدارس الخاصه؟ بيحصل، ومعظمها تبقى اختلافات ماديه. اختلافات ماديه اللي انا بتكلم عليه ان انا مودي ابني بالفلوس بالظبط. طب بتقابلوها ازاي؟ يعني هنا المدارس الخاصة بتقابلها ازاي؟ بتقابلها ازاي؟ طبعا لما بتحقق من حاجة زي كده او بشوف حاجة زي كده، انا طبعا بدوري لازم بلغي مع حاجة اسمها درس خصوصي. ما ينفعش ادي درس خصوصي. نعم. بس انا مش هعمل فيها بطل وحل مشكلة امن قومي بالمنظر ده. في نقطة تانية برضه كنت عايز اقولها لمعاليك. اتفضل. دلوقتي انا مثلا بتكلم زي ما الدكتور رفعت قال لك الدعم المادي، انا بقول لك في دعم تربوي اللي هو الدعم المادي والتبرعات والدعم المعنوي، ان انا برضه هشوف الدنيا عاملة ازاي واشجع برضه المدرس وبرضه احس الطالب والتلميذ عادي. ده الكلام الطبيعي، الكلام يعني مش هقول الفلسفي شوية، لكن تعالى الارض الواقع. فلسفي هل ده مش واقع؟ يعني هو واقع، بس انا اقول لك لا لازم بس نحس ومش عارف ونعمل ايه ونسوي ايه. لا، كل بيت النهارده اضرب ظروفه. ازاي يتعامل مع ابنه ومع بنته النهارده ان هو يشجعهم ان هم يجوا فعلا مدرسه ويهتموا بالدراسه ويهتموا بالتعليم، وعشان يبقى انسان مثلا زي ما بيقول مثلا لابنه، عشان تبقى راجل مثلا محترم من هدومك، تبقى مهندس، تبقى ضابط، تبقى دكتور. ازاي ده يحصل النهارده؟ هو كل بيت النهارده عارف ازاي يتعامل مع اولاده. فهي بتبقى ناحيه يعني فلسفيه شويه، ان ولي الامر يعني اغلب حاجه مثلا لما نضحك يقول لك مثلا اهالينا، طبعا الحمد لله رب العالمين عارف والدي كان ايه وكان ماشي ازاي ومسيره الميت كان ماشي ازاي ودكتور مهندس بسم الله ما شاء الله. لكن انا بتكلم حضرتك في نقطه اولياء الامور مثلا، حتى وان كان امي بيقول انت ما تعرفش باباك كان بيطلع الاول على الفصل. نعم. ده انت باباك مش عارف كان مبهدل الدنيا، ده كان بياخد الدرجات النهائيه. نعم. ده اخد مش عارف معونه، ده اتصور مع المحافظ سنه 60، حاجات زي كده. في حته تانية بقى حابب انوه عنها، ان هو الدعم المادي.
مش مادي فلوس، مادي بقى. انا هكلمك من ناحيه الوزاره او من ناحيه الحكومه. اتفضل. يعني هذا ده وزاره التربيه والتعليم. الوزارات الاخرى ما دورها في العمليات التعليميه؟ دي قضيه امن قومي وقضيه كبيره جدا. الوزارات الاخرى مثل لازم يكون ليها دور. مثل هقول لحضرتك لازم يكون في تكاتف. ما ينفعش كل وزاره تتعامل لجنها جزيره منفصله عن الاخرى ما لهاش علاقه بيها ولا ليها. لا لازم حضرتك النهارده كوزاره التربيه والتعليم انا الجا لوزاره الداخليه. نعم. في ايه؟ ان الامن والامان بالذات في المدارس الفنيه والمدارس الثانويه والمشاكل اللي بتحصل بره المدارس والناس اللي بتبيع حاجات مش عارف عامله ازاي. طب هناك تنسيق بيتم بين وزاره الداخليه وبعض المدارس. يا فندم بس للاسف يعني ممكن يعني الحاله الامنيه برضو كسنين اللي فاتت بالذات هكلمك يمكن السنه دي ممكن تكون اتظبطت شويه. نعم. لكن السنين اللي فاتت اكيد مش هو هيسيب مثلا جريمه كبيره او جريمه قتل او مشكله او كذا ويعمل دوريه تلف على المدرسه. نعم. مش هينفع. لكن انا بقول لك مثلا على سبيل المثال ان هو يهيئ الجو المناخ الامني المطلوب في بالذات في المدارس الطلبة الكبار بيحصل فيه مشاكل كتير جدا. نعم. خناقات وبالذات في المناطق بقى الشعبيه والكلام ده كله. بتبص تلاقي الاسلحه البيضاء والكلام ده كله بيطلع. تمام. مشاكل كتير بتحصل فيه ضحايا بتقع. نعم. على سبيل المثال مثلا وزاره الثقافه. وزاره الثقافه ايه دورها في وزاره التربيه والتعليم؟ نعم. ملهاش دور. كل مدرسه كما يتراءى ليها مثلا بتنشئ مكتبه وبتسميها مكتبه. طب النهارده طب ليه الحاجات دي ما بتبقاش خاضعه تحت اشراف مباشر وزاره الثقافه وتمدها وتدعمها بالكتب وتعمل نظام للاستعارات وكذا 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 وحاجات من هذا القبيل. نعم. وتعمل مسابقات وحاجات زي كده. نعم. الحاجات دي مش موجوده مش شايفينها. وزاره الاتصالات ليه النهارده ما تخشش النهارده والتكنولوجيا والكلام ده كله وتخش تستلم المعامل من المدارس الخاصه والعامه وتعمل شغل النهارده وتطور منه. نعم. وتجيب لهم مثلا اجهزه مثلا بشكل مدعم تعمل لهم نزل لهم برامج شغل حاجات الحاجات دي كلها ما هي هتدعم برضه في نفس الوقت خطه السيد الوزير. نعم. لكن النهارده لما نطلق عليهم نظام جديد هم لا يفقهوه ومش فاهمينه. يعني النهارده عشان برضه زي ما قال الاستاذ احنا كنا بنتدرب ولازم ندرب المديرين ولازم نعمل النهارده. طب انت شفت حاجه خطه التدريب كانت ماشيه ازاي؟ ما كانتش ماشيه بكما يرام خالص. النهارده طب انت النهارده مين حضرتك معلش انا اسف مين معوش تليفون النهارده في كاميرا وفي يوتيوب وفي حاجات زي كده؟ لو انت نزلت النهارده صفحه وزاره التربيه والتعليم ونزلت عليها الحاجات ديت كلها هم يذاكروها ويحفظوها ويبتدوا يطبقوها كنتوا من اول يوم في الدراسه عرفتوا تطبقها. نعم. لكن ده لسه من بتتكلم من ما فيش من شهر اقل من شهر كان لسه ما انتهي من خطه التدريب اللي لسه هنبتدي فيها. تمام. ولسه النهارده حتى الدكتور رأفت في مداخلته قال كان المفروض على يعني رؤيه الوزاره يكون هذه التدريبات والدعم الوزاري كان يبقى من السنه اللي فاتت مش من اول بدايه السنه دي في اول الدخول العام الدراسي. وده بيدي صوره برضو يعني في حاله من يعني اللغط الكبير داخل الادارات التعليميه مع المعلمين لان النهارده بيتكلم بيقول لك انا كادر تعليمي. تمام مظبوط مظبوط. ده فعلا ده اللي حصل وده اللي احنا واجهناه فعلا وبقينا نشوفه فعلا ان يعني فعلا في مش هقول تقصير يعني هو سوء تنظيم شويه لان اللي عايز يجي يدربك انا واحد اهو مستني ان انا اجي اتدرب اللي عايز يدربني اصلا لسه ما اتدربش. يعني فكره التعليم الجديد هو يعني في بعض من المعلمين مش فاهمين يعني ايه تعليم جديد. هو ده اللي عامل اللغط في الشارع المصري. في للاسف طبعا مش عارفين النهارده رؤيه الوزير ايه. ما هو ده برده في نقطه انا عايز اصيرها معلش بعد اذن حضرتك اخرج من الموضوع شويه. من ايام الرئيس حسني مبارك تمام كان بيطلع وكان المانشيتات في الصفحه الاولى والانشطه ايه والحاجات اللي قام بيها السيد الرئيس والمشاريع اللي افتتحها وخطه الخمسيه للوزاره ايه والعشره ايه كلام كبير. انا اسف استخدام اللفظ ده كلام مخلص كلام مش مفهوم. انت بتتكلم عن نسبه الاميه في مصر كبيره جدا وحتى لو حد متعلم زي حضرتك وزي حضرتي مثلا في حاجات هتقع مننا. نعم. في حاجات مش هنفهمها. انا مش هفضل انا كان قدام التلفزيون وهستنى الحاجات اللي بتطلع اللي هو بيقولها دي واكتبها ورا منه واحسب ورا منه وايه التطور اللي مشي وايه النجاح وايه الانجاز اللي تم. الناس النهارده عايزه اللي يكلمها على قد فهمها. نعم. كلمتين ونص زي ما بيتقال بالبلدي. يعني النهارده انت حضرتك عايز تقول مثلا 1 2 3 تمام ما تقلقوش فاضل 1 2 3 تمام. وعملنا 1 2 3 بحاجات بالفاظ يعني لازم اميز بين حاجتين. نعم. انا بتكلم وبوصل رسائل لدول متربصه بيا تمام ومحتاج اظهر لهم قوتي وان انا عملته واللي بعمله والانجازات اللي بعملها. وفي فرق ان انا بخاطب الشعب اللي مستني كلمه يسمعها يفهمها ويطمن نفسه بيها. مثلا المشاكل المتواجده حاليا كلها تمام ولتكن المشكله الاقتصاديه. انا النهارده لو النهارده الناس البسيطه هتفهم الكلام ده ازاي؟ لازم تقرب لهم في الفكر. نعم. النهارده الكلام اللي بيقوله الدكتور طارق شوقي كان المفروض النهارده عمل كذا كونفرنس وعمل شغل وكلم وقال وعمل. لا الناس مش عايزه كده. الناس حضرتك مثلا زي ما انا بقولها في مدرسين ما يعرفوش او لا امور ما يفهموش. انا في حاجات واقعه مني انا نفسي حتى محتاج ان انا
يعني اخد فيها دوره عشان افهم ايه المطلوب. معالي المستشار كلمه في عجاله سريعه كده، دور توعوي بقى لاهالينا ومعلمين مصر على مستوى وزاره التربيه والتعليم اذا كان خاص او عام وقطاع حكومي وكل الاسر المصريه في كل مكان، عايز جمله في عجاله كده ليهم. جمله في عجاله ان احنا لازم السيد الوزير نقف معاه في ظهره، نفهم هو عايز ايه، ونشجعه ان ده فعلا هيعمل طفره جميله وطفره كويسه في التربيه والتعليم، وهيعمل فعلا انطلاقه كويسه نحو المستقبل. الطلبه اللي طالعه دي لازم طلبه تكون طلبه واعيه وفاهمه هي بتدرس ايه وليه. نعم. كنت قبل كده اتكلمت، معلش مش في عجله، استاذنك في دقيقه من الوقت، كنت اتكلمت قبل كده عن التجربه الماليزيه عن مهاتير محمد. انا ما بتكلمش في السياسه ولا بتكلم في اخر حاجه كان ايه اللي تم ولا الكلام ده كله، انا بتكلم حضرتك من الثمانينات وقبل الثمانينات. نعم. لما مسك حضرتك دلوقتي رئيس الوزراء بتاع ماليزيا عمل ايه؟ منهض قال لك ده الطفل ده اللي قدام مني اللي بيولد حاليا ده هو ده المستقبل. هو ده؟ انا هو ده المستقبل. تمام. بعض دول شرق اسيا الطفل من هو عنده سنه ونص وسنتين بيخضع لاختبارات، بيبقى الطفل لسه بحفظته ولسه مخلص رضعته انا اسف، ويبتدي النهارده يوجع يوضع الاختبار، يتحط على سجاده كبيره فيها تراك واثنين وثلاثه، ويبتدي كل تراك في نهايته في مثلا رسمه في لون معين في مش عارف كذا، الحاجات دي كلها بعد دراسه الطفل بيتجه لحاجه معينه، الحاجه دي يقولك الطفل ده ميوله كذا وموهبته كذا هتبقى كذا ان شاء الله طبعا وكده. يعني قصدي بعد مثلا ست شهور بعد سنه يخضع اختبار تاني مختلف طبعا كل مرحله سنيه. نعم. كل ده عشان لما يخش مدرسه يبقوا عارفين ان الولد ده عنده موهبه الفلانيه، عنده الحاجه الفلانيه اللي هيقدر فيها يخدم البلد ويقدر البلد دي تقوم على اكتافه. نتمنى ان احنا نكون بهذه الصوره في الفتره القادمه يا رب. بشكرك معالي المستشار احمد جمال على الرؤيه والاطلاله الجميله، ومشاهدينا في كل مكان يعني احنا النهارده يعني يا رب نكون عند حسن ظن حضراتكم، ولكن النهارده ما بنعملش حاله تمييز بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، لكن بندي رؤيه بين القطاع الخاص في وزاره التربيه والتعليم وبين القطاع الحكومي والقطاع العام لاهالينا على مستوى محافظات مصر، عشان معالي المستشار ما يقولوش ان احنا عملت تمييز بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي. بشكرك كنت منورني النهارده واطلاله جميله النهارده على اهالينا على مستوى المحافظات. ربنا يخليك نسير ليك. مشاهدينا في كل مكان يا رب نكون كنا عند حسن ظن حضراتكم، وانتظرونا الاسبوع القادم وحلقات قويه جدا جدا من برنامجكم احداث الساعه، وهنرد على رسائلكم في الحلقات القادمه ان شاء الله، لان الوقت ما اتسعناش ان احنا نرد على حضراتكم. مشاهدينا يا رب نكون كنا يعني ضيوف خفاف على حضراتكم. تصبحوا على خير.